أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، ونلتقي معكم في هذه التغطية الخاصة لبرنامج سيدتي من ملتقى الطب التجميلي. يسعدني في هذه الفقرة أن أستضيف استشاري الجراحة التجميلية دكتور محمد خان. هلا وسهلا بك دكتور محمد. كيفك يا ريم؟ انبسطت اني شفتك اليوم. مرة انا انبسطت كمان شفتك اليوم. سعيدة جدا. صدفة خير من ألف ميعاد. طبعا سعيدة بوجودك معنا. جيتي محلنا. عاد نجي لك التلفزيون. نبغى نتكلم عن آخر التطورات في جراحة شد الوجه، لو تكلمنا عنها. الآن إحنا بصرنا بنشوف الناس اللي بيعملوا عمليات شد الوجه مو زي الصورة التقليدية اللي نعرفها من زمان، إنه واحدة سيدة كبيرة بيصير عندها ترهل. الآن صارت الحكاية بوضع أسرع بسبب صراحة مو بسبب العمليات ما تغيرت كثير، لكن اللي تغير كثير صار في تقنيات غير جراحية كثير زي الألفيرا، الترافورمر، الثريت، فهذه الأشياء خلت السيدات واعيين على التغيرات اللي بتحصل في وجههم بشكل أكبر، فبتلاقيهم من عمر صغير بيبدأوا بالأشياء الغير الجراحية، لما يوصلوا لمرحلة خلاص إنه هذا الشيء ما صار يعطيني النتيجة اللي أنا أبغاها، فصاروا يروحوا في عمر أصغر لعمليات التجميل الجراحي اللي هي الجراحية لشد الوجه. نعم. الآن لما نبدأ في عمر زي كده، يعني خلينا نأخذ واحدة إكزامبل، واحدة عمرها 38-40 سنة، مخلفة والدة، صحتها كويسة، تمارس رياضتها، من هي صغيرة بتسوي البوتوكس والفيلر، بتبدأ عندها علامات ما بتروح بالأشياء الغير الجراحية زي الساقق اللي يجي هنا، أو في بعض في عمليات اللي هي محددة زي المايكرو ليفتنج اللي يكون الشد بس فقط من طرف الإذن لمنطقة محددة. هذه الآن صرنا نشوف الطلب عليها كثير، زمان كنا نشوف واحدة وجهها كله يبغى له شد وش، ما تبغى عملية كبيرة، تبغى عملية صغيرة. صحيح. زي الملتقيات هذه السيدات صاروا واعيين أكثر، عارفين إيش اللي ينفع إيش اللي ما ينفع، حتى الاستشارة صارت أسهل لأن الواحدة أوريدي فاهمة الموضوع. فعمليات المايكرو ليفتنج هي عمليات جراحتها مرة صغيرة بس فقط هي مناطق محددة، نحدد هي مثلا طرف الفك من هنا، منطقة الصفطة اللي تيجي في نص الوجه اللي من هنا، أو لرفع الحاجة. دكتور محمد خان شرفنا بوجودك معنا اليوم. أنا مرة تشرفت بيك يا ريم. وسعيد بهذا اللقاء معك. أنا الأسعد. شكرا لك. إن شاء الله أشوفك دائما. بإذن الله. نورتينا دائما في محلنا. شكرا لك. الله يعطيك. شكرا.